في كل البيوت أزهار، وفيها ناس أنوار، وفيها ستة دار، بشاشة وحكمة وذوق وفهم. جنوال مرحب بك، وانت سعيدين جدا لأن نكون في بيتك هنا، بيتك العامر ما شاء الله، وسطها لك وأولادك. دارين ندردش معك دردشة صغيرة كده في الناس البركة، رأيك شنو؟ الحمد لله تمام طوال. دارين نتعرف عليك في الأول، عرفيني عليك وعلى الأسرة وكده. اسمي التوم أحمد، وإحنا تومات نوال والتوم. نوال منو؟ نوال أحمد محمد علي. أمي اسمها مخلود، خلود ياسين إبراهيم. طيب أخوانك منو؟ عرفينا على أخوانك في البيت، قاموا معك وكبروا معك. أخواني عوض يهوي توفى، وسع عثمان. وانت تومة، عندك أختك التومة اسمها منو؟ اسمها هدى. وانا نوال. طيب حج نوال، انت اتزوجتي متين؟ ما مذكرة؟ 35 بكم. سنة 35؟ لا 35 سنة. لنوب علي يضحكوا علي. ها؟ كم يوم؟ 45. 45 سنة. هاي. أنا أولادك منو؟ أولادي مهند ومحمد وعندي بيت واحد يا مال. يا هم بس ثلاثة. كبير منو؟ كبير أمل. أمل مراني. طيب. صغير محمد وبعده مهند. اتزوجتي منو؟ ما وريتينا. مراني حسن أحمد. قريبك؟ لا من واد نباوي. من وين؟ من واد نباوي. من درمان. عرسك كان كيف كده؟ احكي لنا. بحفلته. يا هو عملنا الحفلة. كان كيف كده؟ احكي لنا وريني. حفلة تمام والله. ما حاجة ولا شيء، لا شكلها لا هنا. مذكرها ولا مذكرها؟ عادي والله، مذكرها حفلة تمام والله. إذن إحنا حاسين هنا دايركت تعرفينا على جاراتك وصحباتك هنا في الحلة، ناس منه كده كلميهن، كلمينا بهم. يعني دي والله ناس حوا ديل، يا هو بيدعمي الروضة، يا هو ناس التوم أختي دي، وبيجاي أختي بتلمينا، وديل يا أخواتي عواطف وعفاف دي بيدعمي ونادية. ما درستي؟ درست والله. لحد كم؟ رابعة. لحد رابعة. تجي لكم؟ طيب إن شاء الله. الله شاطرين، إلا كنا شنو كل ما يجي عرس من غيب ما زي الثاني. طيب في الحلة هنا بتمشي لمن أول زول من الصباح؟ ناس التوم أختي دي. يا هو تاني بيش ناس حوا ونمشى الدكاكين. نقضى شغلتنا ونجي بالدكاكين الغلا دي. الغلا ده رايك فيه شنو الغلا الحاصل؟ غلا صعبة والله، حاجة صعبة. هاي ربنا يهديهم ويفتح عليهم ويسهل عليهم على الجميع. النفوس الصادقة دايما واصلة بالمحبة والوئام، والفيه طيب بنشمة. ديل الناس البركة، قيمة كبيرة في حياتنا، وهم سندنا وزادنا.